ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. التيك توكر الشهير نويل روبنسون يحل بساحة جمع الفناء. زار التيك توكر الشهير نويل روبنسون النيجيري الألماني الجنسية ساحة جمع الفناء والأسواق المحيطة بها، وتعرف عن قرب على فن الحلقة وتذوق أشهر أطباق البلاد الطنجية. وقد أعجب نويل روبنسون بالحفاوة والترحاب الذي لقيه من المراكشيين خلال تجواله بالمدينة العتيقة. وتشهد مدينة مراكش بين الفينة والأخرى توافد مشاهير العالم ممن يروقهم سحر عاصمة النخيل وعظمة معالمها التاريخية.